ومعنا للمزيد المحلل السياسي عمرو حسين من القاهرة، أهلا بك معنا. إذن الصاروخ الحوثي وسط إسرائيل، هل يمكن أن نقول بأننا أمام محاولة من الحوثيين لنقل التوتر ربما من البحر الأحمر إلى قلب إسرائيل؟ تحياتي لحضرتك والجمهورنا العزيز. الوضع على الأرض في خلال هذه الحرب كل يوم في تطور جديد، سواء في خلال ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في شمال إسرائيل، مواجهات مع حزب الله أو مواجهات بين إسرائيل وجماعة الحوثي. اليوم كان هناك صاروخا طال تل أبيب. الصاروخ حتى الآن ما زالت كل الأخبار المتداولة عنه غامضة، هل هو انفجر؟ هل هو تم تفجيره في الهواء؟ هل هو أصاب الهدف الذي كان يريده؟ بكل تأكيد هي رسالة من جماعة الحوثي أرادت أن تبعث بها إلى إسرائيل. هناك أقوال أن هذا الصاروخ فرط صوتي، وإذا كان هذا الصاروخ فرط صوتي فإن المعادلة قد تتغير على الأرض، وأن المواجهة بين جماعة الحوثي وبين إسرائيل قد تتطور، خاصة أن جماعة ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني يعني كيف يمكن أن يغير هذا الصاروخ المعزول في هذه المعادلة القائمة؟ يعني هل يمكن برأيك أن يغير موازين القوى؟ بكل تأكيد إذا ثبتت الأخبار أن هذا الصاروخ الذي أطلق من اليمن على إسرائيل صاروخ فرط صوتي، فإن ذلك يغير المعادلة على الأرض ويغير حسابات القوى بين الطرفين. حضرتك عارفة أن الصواريخ فرط صوتية موجودة في روسيا وفي إيران، وهي صواريخ صعب اعتراضها وصعب على الدفاعات الأرضية والدفاعات الجوية اعتراضها. يؤكد ذلك أن جماعة الحوثي يمكن أن تطال أماكن في إسرائيل، ولذلك هناك يعني احتمال التصعيد بين إسرائيل. بنيامين نتنياهو توعد جماعة الحوثي بالرد مثلما فعل في الحديدة بعد إصابة طائرة مسيرة منذ شهر لتل أبيب، وعد بالرد على منذ شهرين لتل أبيب، وعد بالرد المماثل كما حدث في الحديدة. نحن يعني الآن في مفترق طرق، إما أن يتم يعني لم أو يعني احتواء ذلك التصعيد أو التصعيد مرة أخرى على الجبهات، سواء كان على جبهة اليمن وكما تفعل إسرائيل كما ضربت ميناء الحديدة ب 12 طائرة F-16 و15، أو ما يحدث على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية المشتعلة، فهناك طائرات انقضاضية من حزب الله استهدفت أماكن في شمال إسرائيل خاصة منطقة الصفد. هناك حتى الآن تصاعد الاشتباكات، لكن ما زالت ضمن قواعد الاشتباكات المتفق عليها بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب اللبناني. كل ما يخشى المجتمع الدولي أن تتطور تلك الحرب وأن تكون مواجهة شاملة وحرب شاملة، وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي. ولذلك تسعى الولايات المتحدة لاحتواء ذلك التصعيد، فهي أرسلت المبعوث الخاص بها إلى لبنان هوكشتاين للعمل على الحد دون أن تمتد الحرب إلى لبنان أو توسع الحرب بين أطراف أخرى في المنطقة، خاصة أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد جديد ولا تريد حرب جديدة، إلا أن الولايات المتحدة تصطدم بتطلعات بنيامين نتنياهو المتمسك بالسلطة، الذي يعاند الشعب الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي الذي يطالب بوقف الحرب وعقد صفقة التبادل وهدنة، والذي يطالب أيضا قيادات الجيش. هناك خلاف حاد بين قيادات الجيش الإسرائيلي ووزير دفاع الجيش الإسرائيلي ووزير دفاع الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء. القادة العسكريين يريدون إنهاء الحرب، يريدون عقد صفقة حتى يرجع الأسرى إلى بيوتهم، ولا يرجع الجثث كما حدث مع الست أسرى الذين تم يعني قتلهم قبل ذلك. المحلل السياسي عمرو حسين من القاهرة، أشكرك على كل هذه المعطيات وعذرا على المقاطعة. شكرا لك.